اهلا باجمل ناس في الدنيا، برحب بكم سريعا كده، وبرضه بقول الجديد اللي بينضم لعيلتنا يا ريت يعرفنا بنفسه عشان ارحب بيه، او افراد عيلتي القدام يقوموا بالواجب اللي هم اساس القناه، يعني ما شاء الله عليهم. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويضغط على الجرس ويخترق كل ده عشان نفضل متواصلين مع بعض. موضوع مزعج، موضوع التقل. انا بحب حد او معجب بحد او معجبه بحد، بس تقيل بسبب وبدون سبب، تقل متعمد، اعمل ايه؟ هو ده اللي احنا هنتكلم عنه في حلقة النهاردة، وهنديك او نديك المفتاح عشان تفتح وانت مغمض لو عملت اللي احنا هنقول لك عليه في حلقة النهاردة، وهو مش صعب عامة. ولكن تعالوا نبسط الموضوع شوية. هنفترض لو الشخص اللي بيتجاهلك ده، او لو انت بنت، الشخص اللي بيتجاهلك، لو انت رجل، لو هي بتتجاهلك او تقيلة، ما هو التقل نوع من انواع التجاهل عامة، يعني الاتنين المعنى واحد يعتبر، يعني التقل لما يبقى زيادة او يتحول لتجاهل مزعج. نفترض لو الشخص ده مفيش بينك وبينه اعتراف بمشاعر، يعني هو شخص كده تقيل عليك لله في الله، ممكن تكونوا زمايل او قرايب، او حتى ما فيش بينكم وبين بعض اي صلة بتجمعكم، بس هو بيتقيل معاك، تيجي تتكلم معاه حتى في النظرة تقيل في النظرة. ده النوع الاول اللي هنتكلم عنه. والنوع التاني لو انت اوريدي في شخص بقى في ارتباط بينك وبينه، يعني معترفين لبعض وبرضه بيتقل عليك، تعمل ايه في البلوة السوداء دي؟ تعالوا في البداية كده نبتدي. افضل طريقة لو انت في شخص مفيش بينك وبينه اعتراف، مفيش بينكم، انتوا مش مرتبطين ببعض، عايز ان انت تكسر الحاجز ده او تكسر الموضوع ده، لازم تخش له دايركت، تتكلم معاه وتلمح له بشكل ان دايركت ان انت معجب بيه، مش عايزكم تتوهوا. واحدة واحدة، انا هوت كمحمد ابو زيد معجب ببنت، البنت دي مثلا هنقول زميلتي في الشغل، بس تقيلة قوي، الكلمة بتطلع منها بحساب، الحرف بحساب، ما بتدينيش ريق حلو، مش عارف ان انا يعني يجمعني معاها كده ألفة في التعامل. لازم احاول ان انا اتكلم معاها في اي موقف ايا كان، وعبر لها بشكل مباشر ان انا معجب بيها. بعض الكلمات اللي بتخلي اي حد يفهم ان انا معجب بيه، زي انا مبسوط ان اتكلمت معاك النهارده، انا بحس ان انت فيك حاجه مميزه عن الاخرين، انا بحس ان انت شخصيه جميله، شخصيه لطيفه، شخصيه لذيذه، اتمنى ان احنا نتكلم دايما. انا ممكن اعمل كده. هي ممكن تفضل تقلقانه عليا برضه، استنى كام يوم، يومين ثلاثة. الكلام على فكرة للرجل والمرأة هنا، بس انا بدي مثال على نفسي، استنى يومين ثلاثة وارجع اعيد نفس الموقف معاها تاني. يعني انا الشخص التقيل معايا هو عملت معاه موقف زي ده، اي حاجة سألته على اي حاجة، اي استعباط في اي استعباط، المهم ان انا عايز افتح معاه كلام، واول ما فتحت معاه كلام قلت له كلام لطيف زي اللي انا قلته ده، الشخص ده لسه تقيل برضه ومفيش اي نتائج اتغيرت، بالعكس ده انا حاسس ان هو ساق فيها. اسيبه كام يوم وارجع اعيد معاه الموقف مرة تانية، اعمل نفسي بتلكك وعايز اتكلم معاه، بسأله على حاجة، بستفسر على حاجة، واقول كلمتين حلوين من دول. لو الشخص ده في امل منه تجاهك، عمره في حياته ما هيتجاهلك او هيكون تقيل معاك في المرتين، ممكن في اول مرة بس تاني مرة لا. السؤال ليه؟ انا لو سألت نفسي هو الشخص اللي بيتقل عليا ليه، هلاقي اجابتين ما لهمش تالت، يا اما هو شايفني ان انا مميز وعايز يجمل صورته يعني بالتجاهل، يا اما هو خايف من رد فعلي وان انا ما اكونش ببادله نفس اللي المشاعر، فبيتقل عليا عشان ما يبانش قدامي ان هو مدلوق عليا او عايزني وانا مش معبره. انا لما اعمل مع اي شخص في الدنيا الموقفين دول، اوريدي انا عرفته ان انا مايله
وان انا بفتح له الباب وبقول له اتفضل خطي وتعالى لي. لو هو عايزني بجد وشاريني بجد عمره ما هيضيع الفرصة من ايده، ده كده فرصتين مش فرصة واحدة، رجل او امرأة. طيب لو انا عملت كده وفي اول مرة تقيل وفي تاني مرة تقيل، انصحك اتقل انت بقى، اتقل قوي او اتقلي قوي، وهو لو عايزك بجد او هي، هو اللي هيجي يعيد معاك الموقف تاني، هو اللي هيجي تلاقيه بيتلكك عايز يكلمك عايز يقرب منك، لانه اوريدي في الموقفين الاولانيين عرف ان انت مايل له. فلو هو مايل لك بالطبيعي بالمنطقي جدا ان هو مش هيضيع الفرص دي كلها من ايده. ده لو شخص بيشتكي ان في شخص ما هوش مرتبط بيه تقيل معاه. نيجي بقى للاكثر افادة والاكثر انتشارا، انا مرتبط بيه بس بحس ان هو تقيل في المعاملة معايا. هقول لك على خلاصة، او هقول لك على خلاصة سحرية نفذها واعرف ان انت كده ماشي صح. بس يا ريت انا نسيت اقول، رجاء الحلقة دي مهمة اوي، ادعموها بلايك لو شايفينها مفيدة توصل لبقية اصدقائنا، العكس ديسلايك وقول لي السبب وتعالوا بينا ناخد الجزئية التانية دي. انا دلوقتي بنتقل للنوع التاني بقى، اللي هو اتنين مرتبطين في علاقة حب، في خطوبة، في زواج، ايا كان، في بحس تقل متعمد وغير متعمد، يعني في ممكن يكون بسبب وبدون سبب، وده اكيد بيخنق الطرف التاني وبالذات على المدى الطويل. ودايما بقول انما للصبر حدود، ممكن الانسان يتحمل فترة بس ما يقدرش ان هو يتحمل الى ما لا نهاية. بيجي له فترة وبيقول لك خلاص كده طفح الكيلو. ممكن يكون الاتنين بيحبوا بعض وبسبب حاجة زي دي بس اتأفورت، تفشل العلاقة بينهم او ينتهي وتلاقي كل واحد منهم راح من طريق. انا اعمل ايه؟ الخلاصة، الحل الوحيد واي حاجة تانية غير كده يبقى تضييع وقت بنفس معاملته. اعامله بنفس معاملته ما دمت انا شايف ان انا مش غلطان، وما دمت انا شايف ان انا عامل اللي عليا، وما دمت انا شايف ان ده مالوش سبب اللي هو بيعمله معايا، اذا المعاملة بالمثل. اذا انا لما اتعامل بالمثل هو ده المفروض اقوى مفتاح لموضوع حلقتنا بتاع النهاردة. ما تتعبش نفسك كتير، قص والزق، اعمل كوبي بيست، شوف وقلد سهل. لان في بعض اصدقائنا سألوني كتير سواء على الانستجرام او الفيسبوك، ازاي بنسمع بنلاقي في حاجات ياما مكلكعة ومش فاضيين ووجع دماغ. انا بقول لك اهو، انت بتتعرض للموقف ده او للمواقف دي، ده الحل. كونك ان انت رافض تنفذ وبتحكم على الحل ان هو فاشل قبل ما تجربه، دي مشكلتك انت اللي مش حابب ان انت تتعب نفسك. فما تزعلش مني لو قلت لك هتفضل طول عمرك في وجع القلب ده. في النهاية اتمنى ان انتوا تكتبوا لي ارائكم في الحلقة دي، وياريت لو شايفينها مهمة عشان توصل لبقية اصدقائنا اللي بيبعتوا لي وانا ما بملكش ان انا ارد عليهم اول باول، اللايك ان شاء الله يوصلها لبقية اصدقائنا، الانستجرام، الفيسبوك، قناتنا للتانية للفضفضة، وقناتنا التانية للفضفضة اللي بنحل فيها مشاكلكم واحنا فيها عيلة واحدة زي القناة دي بالظبط. الروابط دي كلها في وصف الفيديو وفي اول تعليق. ياريت تشرفونا بالانضمام ليها، وان شاء الله هنلتقي بكم.